السلام عليكم ورحمة الله. إذن أرحب بتلاميذ سنة الثالثة إعدادي في تمرين جديد من تمارين الحساب المثلثي. أرفع قياس الزاوية حادة، نضع أ تساوي و ب تساوي، بسط أ و ب. إذن أول حاجة مخصص هذا النوع ديال التمارين يخلعوكم، تشوف التمرين وتشوف الفورميل طويلة وتقول داكشي راه صعيب، داكشي راه بسيط ساهل. فقط خصكم الخاصيات ديالكم تعرفوا توظفوهم، يعني داك الخاصيات اللي قريتو في الدرس تعرفوا توظفوهم في التمرين. اذا في هذا التمرين هذا غنحاول نستعمل هاد العلاقه اللي عندكم ديال سين كاري الفا زائد كوس كاري الفا تساوي واحد. هاد العلاقه كذلك يمكن لي نكتبها، يمكن لي نكتب سين كاري الفا تساوي اذا كوس كاري كندي هاد الطرف الثاني كترجع واحد ناقص الكوس كاري ديال الفا. كذلك الكوس كاري الفا كندي السين للطرف الثاني اذا كتولي واحد ناقص سين كاري ديال الفا. اذا هادو ثلاثه العلاقات مهمين بزاف، هما اللي غادي نستعملو في هاد المثال اللي عندنا. اذا نبدا بتبسيط العدد ا. ا تساوي سينوس كاري ديال الفا ناقص سينوس اس 4 ديال الفا على الكوس كاري الفا ناقص الكوس، هنا الكوس اس 4 الفا ناقص كوس كاري الفا. اذا اول خطوه غنقوم بالتعميل. اذا في البسط غادي نعمل بالسين كاري الفا، اذا السين كاري الفا عملنا بالسين كاري الفا. اذا في الحد الاول غادي يبقى لينا واحد، في الحد الثاني غادي يبقى لي سينوس كاري الفا، الا ان لا ضربت السين كاري الفا في واحد راه هي السين كاري، والسين كاري في السين كاري هي السين اس 4. نفس العمليه غادي نعاودها في البسط في المقام، ولكن غادي نعملو بالكوس كاري ديال الفا. اذا كيبقى لينا الكوس كاري الفا ناقص واحد، كنتمنى هادشي يكون واضح. اذا ا تساوي واحد ناقص سين كاري الفا. شوفوا معايا في هاد العلاقات اللي لقينا، نسميهم هادو واحد جوج ثلاثة. اذا هاد واحد ناقص سين كاري قلنا تساوي كوس كاري، اذا كنعوضها بالكوس كاري. اذا سين كاري الفا، هاد التعبير اللي كاين بين قوسين غادي نعوضو بالكوس كاري الفا على الكوس كاري الفا. التعبير اللي كاين لتحت الكوس كاري ناقص واحد، حنا عندنا سين كاري الفا يساوي واحد ناقص الكوس كاري الفا. حنا عندنا الكوس كاري ناقص واحد، اذا يمكن لي نضرب في ناقص واحد في الطرفين المعادله. الا ضربنا في ناقص واحد، اذا ناقص واحد في السين كاري غتكون هي ناقص كاري الفا، ناقص واحد في واحد هي ناقص واحد زائد كوس كاري الفا، يعني هذه هي الكوس كاري الفا ناقص واحد. اذا غادي نعوضو الكوس كاري الفا ناقص واحد بناقص سين كاري الفا، اذا بين قوسين ناقص سين كاري الفا راه الضرب. اذا هنا يمكن لي نختزل دابا، عندنا الضرب. اذا في الضرب يمكننا نختزلو، عندنا الكوس كاري في المقام والكوس كاري في البسط، اذا كنختزل بهم، وعندنا السين كاري في البسط والسين كاري في المقام كنختزل بهم، ولكن كتبقى لي واحد ناقص لتحت، اذا هذيك راه ناقص واحد. يعني هذاك التعبير يمكن لي نكتبو بهذا الشكل، هذا السين كاري مضروبه في الكوس كاري الفا على الكوس كاري الفا مضروبه في ناقص واحد مضروبه في سين كاري الفا، لان ملي كنقولو حنا ناقص سين كاري الفا راه هي ناقص واحد مضروبه في سين كاري الفا. دونك ناقص اثنان ناقص واحد مضروبه في اثنان، اذا كنختزلو كيبقى لي واحد على ناقص واحد اي ناقص واحد، اذا ا تساوي ناقص واحد. الان لنبسط ب، اذا ب تساوي سين كاري سين الفا
عفوا جذر واحد ناقص كوس الفا مضروبه في الجذر ديال الكوس الفا زائد واحد زائد الكوس كاري ديال الفا. اذا اول عمليه غادي نحسب هذا التعبير هذا. اذا سين الفا عندنا الجذر في الجذر، اذا ممكن نكتبها على شكل الجذر كبير، كعرفوا بان الجذر ا في الجذر بي يساوي الجذر ديال ا في بي. اذا هو واحد ناقص الكوس الفا مضروب في الكوس الفا زائد واحد زائد الكوس كاري الفا. اذا نبسطوا التعبير اللي كاين داخل الجذر. اذا سين الفا التعبير اللي كاين داخل الجذر عباره عن متطابقه هامه على شكل واحد زائد ا مضروبه في واحد ناقص ا، اذا غتساوي لنا هي واحد كاري ناقص بي كاري. اذا الجذر ديال واحد ناقص الكوس كاري الفا، عندنا واحد المستفقة هنا على هذا الشكل هذا تساوي ا كاري ناقص بي كاري، هي اللي هنا دونك ا هي واحد وبي هي الكوس ديال الفا، اذا زائد الكوس كاري ديال الفا. هذاك الشيء اللي داخل الجذر كما العلاقات اللي شفنا قبل، عندنا سين كاري الفا زائد الكوس كاري الفا تساوي واحد، اذا سين كاري الفا تساوي واحد الكوس كندوها في الطرف الثاني هي الكوس كاري الفا، اذا كنعود واحد ناقص الكوس كاري بالسين كاري، اذا تساوي سين الفا الجذر ديال سين كاري زائد الكوس كاري الفا. اذا سينوس الفا سينوس كاري ديال الجذر، اذا سينوس كاري هي سينوس الفا، لان داك الكاري راه ديال سينوس كامله ماشي ديال الفا، سينوس كامله، اذا يمكن لي نكتبها بهذا الشكل هذا، اذا هي الكوس كاري ديال الفا. اذا المربع كتمشي مع الجذر، داك الاس تيمشي مع الجذر، تيبقى لنا سينوس الفا مضروبه في سينوس الفا زائد الكوس كاري الفا. اذا سين الفا في سين الفا هي سين كاري الفا زائد الكوس كاري الفا، والسين كاري زائد الكوس كاري تساوي بكل بساطه واحد.